أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن ما يمثله القطاع الصحي من ركيزة رئيسية ضمن خطط التطوير التي تنتهجها مصر في كافة الربوع، باعتبارها محددا مهما للنهوض بالتنمية البشرية والارتقاء بصحة المواطنين. جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه مشروع تطوير مستشفى العدوى المركزي، والذي يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتطوير الريف المصري. هذا وقام رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بجولة في عدد من مكونات مشروع تطوير مستشفى العدوى المركزي، والتي شملت منطقة الاستقبال والطوارئ وغرف الفرز والعزل وقاعدة الغسيل الكلوي ووحدة العلاج الطبيعي بأقسامها، التي تتضمن نقطة الكشف وصالة الألعاب الرياضية والعلاج الطبيعي للأطفال.